نجمي نوال الزغوي بنرحب فيكي بداية عبر موقع الفن خبرينا أكثر قديه شوقة للحفل تلتقي بالجمهور أكيد كتير لأنه بعد غيبة عن لبنان الحفلات إجمالا وكيف إذا معودين نحن بالصيفية يكون عندنا كذا حفلة قلنا ثلاث سنين عم نعاني بهذا البلد الحمد لله أنه, إنه قدرت يمكن ازرع بسمه او فرحه بقلوب الناس اللي جايه تحضرني دايما منتابعك على تويتر هيك بتكتب اشياء اوقات لافته وبتعمل جدل مثلا من فتره كتبتي انه في ثلاث شياطين الشيطان بيخاف من أية الكرسي الشيطان قاعد على الكرسي والشيطان عم بزقف للي قاعد على الكرسي قد لقيت جدل هالتغريده هاي حقيقه, هاي حقيقة. يعني انا لما بيكون شيطان قاعد ببوست معين واللي حواليه عم بزقفوا له وما هن مثله مثل اللي قاعد على الكرسي نفس الشيء خلينا نحكي شوي عن نجاح غنية حفلة وبيخافوا من أية الكرسي لأنه شياطين قد إيه كتار؟ هلا أنا مش عدتهم بس في منيح حفلة يلا حفلة يلا حفلة فكي أوعي تبقي مرة خلينا نحكي شوي على غنية حفلة يعني اسم الله وين ما كان عاملة ضجة على تيك توك كاس حدني كمان الحمد لله الحمد لله يعني أحلى شيء الفنان بيعمله أو أي بني آدم بيعمل عمل وبينجح هذا الشيء عن جد ب... أنا بالنسبة لإلي بحس حالي طايرة هو أصلا نجاح حليفك دائما ما أنه غريب عليك خير الله الحمد لله من فترة سنة الفنان المصري شيرين عبد الوهاب بأزمتها وكمان رجعت ردت عليك قد ايه حلوة هالعلاقة العلاقة بين سنة شيرين ان كان على السوشيال ميديا او مش على السوشيال ميديا انا شيرين بعدها اخت لإلي وبموت فيها وهي بتعرف هالشي وانا بعرف قد ايه بتحبني وبتعزني واجت حفلة بوقت كانت هي يمكن قصتها جديدة وهديتها اياها لانه عن جد لازم تعرف قيمة حالها برايك الفنان لما يمرق بازمه عائليه خاصه أه وتطلع القصة على الإعلام ويحكي فيها وتنتشر وتصير بمتناول الكل بيكون التأثير سلبا عليه أكثر فنيا ونفسيا أو تبقى الخبرية بينه وبين حاله وبينه وبين المحيطين فيه بدي لك شغلة هيدا كاركتير هلا هي يمكن حكيت شيء ارتحت نفسيا أنا ما بحب أحكي شيء شخصي يعني في أشياء بتضل بين أربع حيطان بتضل بين أربع حيطان هيدي ملكي أنا لمعرفة كافة الأخبار الفنية زوروا موقعنا الفن كوم وما تنسوا تشتركوا بقناتنا على اليوتيوب ليوصلكم كل جديد